السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معكم عمر من قناة سي بي 9 مدرجاتكم. اليوم فيديو جديد، اليوم فيديو راح احكي لكم فيه شو الشيء اللي هلا لازم تكونوا عم تعملوه. سي بي 9 مدرجات الاخر. طبعا مثل ما شايفين انتو، انا تعمدت اني انا اخلي النتيجة موجودة مشان تشوفوا انتو شو متوسط الجولد اللي انت حتاخده لما تفرم الايفنت. طبعا للي ما بيعرف، الشيء اللي المفروض هلا تكون عم تعمله هو انك تكون عم تفرم الجولد دنجن بالنص ستامينا بالاس بي دنجن. هلا في نص ستامينا على الكتب، في نص ستامينا على القصص كلياتها. فنصيحتي يلي بده يفرم سواء كان جولد او انفلز، حتى الايفنت تبع الانفلز هي التكت والمدري شو الدنجن، هلا فرمهم احسن وقت لانه هلا نص ستامينا. ماني متاكد اذا نص ستامينا بتنطبق على الانفلز ولا لا بصراحه، بس انا سمعت انه بتنطبق. طبعا مثل ما شايفين انتم هلا الريورد ل 70 ران مليون. طبعا مليون لاني انا مستخدم جولد فود، 155 من هاد الواحد بيعطي 15، 83 من هذا بيعطي 37، و20 من هذا بيعطي 93,000. طبعا انا اليوم الصبح حبيت اعمل مثل تجربة شخصية مشان اشوف شو النتيجة اللي بتطلع لك من 100 شو اسمه 100 رن على الاس بي دنجن. طبعا قبل الرنات اللي عملتهم شيكت الجولد تبعي كان تقريبا عفوا ما بعرف ليش كثير جيني ثاني، كان عندي تقريبا الجولد 68 مليون، والبوكسات هدول اللي عندي بك 10 ملايين. اتوقع عملت 100 سكيب تيكت بالضبط، استخدمت 100 سكيب تيكت مشان اشوف قديش حيطلع حيصير الجولد معي بعدها. ميت سكيب تيكت جابوا لي 10 ملايين جولد، والسبعين ران اللي هلا كنت عم بلعبهم انا اخذوا معي بما يقارب الساعة ونص. يعني لنفرض انا تارك اللعبة عم تفرم لمدة 15 ساعة، المفروض يعطيني 10 اضعاف النتيجة هاي، يعني 700 ران. طيب احسب اسوأ الاحتماليات وقول 500 رن. اذا انا بصح لي باليوم فرم 500 رن وال100 رن تعطيني 10 مليون جولد، هي 50 مليون جولد. يعني فيك تقول باليومين اللي حيجوا بقدر اجمع 100 مليون بكل سهولة. انا عم بفرض انه انت ما فرمت الا 15 ساعة، وانت بهال 15 ساعة ما فرمت الا 500 رن. طبعا هذا كلياته افتراضات خاطئة، لانه فعليا انت بتقدر تفرم اكثر. بعد ما انت تفرم هال100 مليون جولد بتروح لتبيعهم تاخد 20 مليون جولد بونس. ليش؟ لانك انت عم تبيعهم ب 20% بونس، لانه هن شو اسمه، لانك عندك الفيرونيكا باف فعليا. بس من ناحية الستامينا بوشنز بصراحة ما حاكذب عليكم، بتاخد ستامينا بوشنز كتير. يعني هلا السبعين رن اللي انا لعبتهم هلا اخذوا مني 16 ستامينا بوشن، يعني اذا نضربها ب10 حصير 160 ستامينا بوشن، او حصير 200 يعني حتكلف. هلا اللي عندي بيعطوني 60 مليون جولد. طبعا انا ما راح بيعهم، راح استنى حتى تخلص الايفنت كلياتها بعدين راح ابيعهم عشان اشوف قديش حجيب جولد. طبعا نصيحتي الشخصيه، اذا انتم هلا ما عندكم السكيب تيكت، ما عندكم الستامينا، ما عندكم القصص كلياتها، خلوا ببالكم هاي الايفنت، لانه حتجي بعد اسبوعين مره تانية، وراح تجي بعدها باسبوعين. هاي الايفنت ما بتروح خلص، نص ستامينا والفورت سول جريس هذول ما بيروحوا لارنا. بس انه خلوهم ببالكم دائما، لا تستخدموا السكيب تيكتس تبعكم على اي شيء الا اضطراريا مشان يكون عندكم القدرة. اذا انت ما صح لك تعمل اوتو فارم، اوفر نايت فارم، وات ايفر، تقدر تستخدم هدول التيكتس. يعني انا اليوم مثلا الصبح ما قدرت اعمل اوتو فارم، فاستخدمت يمكن 300 تيكت ولا 350 تيكت مشان افرم الايفنت، طلعوا لي الجولد اللي طلعوا لي.
بس مع هذا الشيء انا ما لقيت طريقه فعاله ابدا. ممكن لو عندي 1000 ولا 1500 تيكت اوكي تصير ممكن طريقه حلوه، بس بصراحه على 200 ولا 300 تيكت ما لها محرزه. هتطلع لك تقريبا 50 مليون بس ستيل، لانه في اكثر، فيك تطلع اكثر بكثير من هيك. طبعا اذا كان عندك الجولد فود حتستفاد اكثر طبعا، لانه الران حاليا الران الوحده بما انه في دبل جولد بتعطي 100,000، ولا انا عم بفتي فتي مرتب، بتعطي شي 50,000. خليني اشوف انا لما افتي احسن شي. نعمل سكيب تيكت نشوف قديش حتعطيني جولد. 15,000 كنت عم بفتي، 10,000 كنت عم بفتي فتي مرتب، ومع الجولد فود بتصير تعطيني 15,000 تقريبا. طبعا اي شيء جولد زياده ممكن تجيبه باي طريقه ممكنه بضل وين بالنسبه لك، ما لك خسران شيء اذا حطيت لك شويه جولد فود زياده. طبعا انا برايي هذا افضل مكان ممكن تروح عليه الستامينا بوشنز تبعتك. انا اشوف بالاول اذا عندي ستامينا بوشنز، انه مع 170 اعتقد هدول راح يستنزفوا كلياتهم بكل سهوله من الايفنت هاي. طبعا انا برايي الشخصي افضل فريق لفارم الايفنت هاي اوتو هذا الفريق، لوست فين، جوثر، سارييل، وديسبير سب. التيم اعتقد بياخد من 3 ل 4 لفات ماكسيموم لحتى يخلصها، وانا عملت تيم تاني فقط للسكيب تيكتس مشان اي انا حاط عليه افينيتي، لانه خلال البروسيس تبع السكيب تيكتينج اللي عملته رفعت الافكشن تبع شخصيات كثير، صار عندي 68,000. يعني هلا مليودوس باقي له قلب ليمكس، كنت حاطط ديان وكينج واليزابيث بالتيم لانه شوفوا قديش عندهم قلوب انا مو مخلصها. جوثر للاسف ماكس، اعتقد ديث بيرس لساته مو ماكس، فهذا شيء جميل جدا. هاي القصه كمان خلوها بالحسبان انه الايفنت هاي لما تفرموها كثير كثير بتعطيكم نقط للافكشن، لانه بتاخذ ستامينا كتير، لانه الستامينا بتنحسب على عدد الافكشن، سوري، بنحسب على كميه الستامينا انت بتستخدمها بالايفنت. فاذا انت عم تستخدم سكيب تيكتس بنصحك انك تستخدم شخصيات مثل الشخصيات هاي اللي قلوبها كتيره وما يكونوا ماكس، مشان تحاول تاخذ افضل كميه ممكنه من الربح بالفارم هذا او الوات ايفر هذا. شفت واحد على فكرة على الفيسبوك عنده اياهم ماكس هاي 200. لسه في عندي كتير شخصيات مليودس شبه هيمكس، بس لسه في عندي كتير شخصيات لسه مو لامس لهم اللوب تبعهم. انا اعتقد انا كل شيء بسكيب تيكتس رح استخدم. طبعا الحمد لله حقدر استفيد من سارييل بالموضوع هذا، ورح استفيد من مليودس رح يكملوا اللوب تبعه. جوثر للاسف ما في فايده، دثبيرس رح استفيد. فانتوا حاولوا كمان، يعني التيم هذا اعتقد مو تيم فارم لكل شيء، لانه من قبل لما كنا نفرم الكتب كنا نستخدم تيم مختلف، فهذا التيم حيكون ممتاز جدا للايفنت. ومثل ما قلت لكم انا بنصحكم اذا ما عم تلعب بسكيب تيكتس هذا التيم كتير كتير جميل، مو شرط تكون فل ماكس كير على فكره، ممكن تزيد معك لفه زياده او لفتين زياده، بس بالنهايه هذا التيم كتير ثابت. هعملكم رن قدامكم وشغل الاوتو فارم وتشوفوا انتو وتعطوا رايكم انتو، هل الكمية منيحة، السرعة منيحة، الدروب والقصص كلياتها. طبعا حلو بالتيم هذا انه بالتيم كله ما في الا كارت دي باف واحد، وعلى اللي بيعرف نظام الفارم باللعبة هاي، اللي بيعرف نظام الاوتو باللعبة هاي، بيعرف قديش البوت مستفز بطريقة اختياره للكروت. يعني بيحاول دائما تحس البوت انه يختار اكتر كروت غلط بالعالم، يعني مثلا بيستخدم كارت لوست فين بعدين بيستخدم جوثر ليعمله رانك اب للوست فين. فهذا الشيء كتير بيأثر على حلو هذا. للأسف لوست فين ما راح يقدر يعمل الكارت تبعه مشان يجهز لقطة. اعتقد هاي راح تاخد 4 لفات الا اذا هلأ اجاني كارت سفاح وشدوا حيلهم، بس بتوقع 4 لفات، واربع لفات ابدا مو كتير. يعني شوف استخدم السنجل تارجت تبع سارييل، هو ما بعرف بتوقع في بالنسخة اليابانية نزل باتش مشان الموضوع هذا، يعني كتير الموضوع بصراحة مستفز.
انه بتحس البوت، هلا هو بوت بالنهاية، بس بتحس القرارات تبعه كتير غبية. يعني بيستخدم كل الكروت الغلط. هلا بتوقع بعد ما يستخدم كارت سارية اللي ممكن يعمل له رانك اب، لا تستبعده يعني. بيعمل الالتي على التارجت اللي اتش بي او طاب، في كتير كتير مشاكل. بس مع هيك اربع لفات ومع كل الاغلاط، يعني ما اعتقد حيصير سيناريو اسوأ من هالسيناريو اللي عم يصير. ف بتوقع هذا يعني اعتقد هاي الران اخذت دقيقة لدقيقة ونص، يعني بالساعة فيك تفرم لك 40 ران او 50 ران. ف نصيحتي انه اتركوا يعني هلا فيكم توقفوا عن اللعبة شوي، اتركوا الفارم يشتغل. الريسورسز اللي هتاخدوها كتير كتير راح يساعدوكم باللعبة. انا بتوقع حكيت عن الموضوع هذا قبل هيك، بس لازم ارجع احكي لانه الايفنت حاليا موجودة نص استامينا. وانا بصراحة مرق علي لما كنت عم قيم الحسابات، مرق علي ناس عندهم كتير مشاكل بسبب موضوع الجولد. هلأ اذا انت قدرت تجمع الجولد هذا وتستنى عليه لحتى يجي الجيرجاتشا ريت اب، ويكون في ريت اب على الانفيل سوري على الهامرز، هذا الشيء كتير كتير راح يعطي دفشة كبيرة للحساب تبعك من ناحية الجير. من اول شيء هيتوافر عندك كمية مرعبة من قطع الجير. ثاني شيء راح يصير عندك كمية مرعبة من البلو ستونز اللي بتحتاج لحتى تعمل اويكنينج للجير. وثالث شغلة واهم شغلة انه حتاخد هامرز بالهبل، يعني اقل شيء اذا انت بجمع 100 مليون تطلع لك بالريت اب 100 هامر بتوقع، ما راح لانه ممكن ريت يكون يعني مو اقل شيء، خلينا نكون واقعيين، اقل شيء ممكن يطلع لك 60 هامر. بس 60 هامر هدول على فكرة بدك تلعب التريننج كيف ممكن 4-5 مرات لحتى يطلعوا لك. خلوا هذا الشيء بالحسبان. ولهذا السبب انا قلت لكم ما تفرموا الايفنت تبع ليليا، يعني اذا انتم شايفين الدروب تبعها، الدروب هون اقل شيء اقل شيء انت بالران بيطلع لك 100,000 على حسب ما انا شفت، يعني سواء مو من الجولد اللي بيعطوك اياه من البوكسات والجولد اللي بتاخده لما تجمعهم على بعض وغير البونس تبع فيرونيكا بتطلع لك 100,000 فما فوق. يعني هاي الران زبالة وطالع لي فيها 60,000 15 تقريبا 75,000 لما بيعون بونس 20% 90,000. انا اتخزقت هلا على السريع. المهم الايفنت كتير ممتاز لفارم الجولد، وانا ما راح اطول عليكم بفيديو، بتوقع طولت بما فيه الكفاية 10 دقيقة، والله ما طولت بما فيه الكفاية، فيني اطول اكتر. بس اعطيتكم كل المعلومات اللي فيني اعطيكم اياها، فما في داعي اني اكتر بالفيديو. بالنهاية انتوا قلوا لي شو التيم اللي عم تستخدموه، اذا عم تستخدموا غير هذا التيم، وهل هو اسرع من التيم اللي انا عم استخدمه، وكم الرنات المعينة او الستامينا بوشنز المحددة اللي حتستخدموها لهذا الايفنت. وبالنهاية اذا عجبك الفيديو وانت مو مشترك معي بالقناة وصلت لهون وعجبك المحتوى، يا ريت تشترك معي بالقناة. واذا انت من المشتركين عندي يا ريت تضغط على اللايك اذا عجبك الفيديو. اشوفكم على خير.